نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد بالأمس فعاليات الندوة التثقيفية 39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وقال إن صفحات تاريخ هذا الوطن زاخرة بأيام تشهد على قصة كفاح الشعب المصري المليئة بالتضحيات والبطولات، وسيبقى هؤلاء الشهداء في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام للضمير الوطني. تعالوا نشوف جزء من كلام سيادة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أتحدث إليكم اليوم في ذكرى يوم الشهيد، يوم الأبطال الذين خرجوا من نبت هذه الأرض الطيبة فحملوا الأمانة برأس شامخة وقابلوا ربهم بنفس راضية، وتركوا لنا مع آلام الفراق فخراً ومجداً سيظل محفوراً وخالداً في ذاكرة أمتنا. إن صفحات تاريخ هذا الوطن ذاخرة بأيام تشهد على قصة كفاح الشعب المصري المليئة بالتضحيات والبطولات التي أضاءت مشاعر النور وألهبت مشاعر الوطنية وحطمت صخور اليأس ومهدت دروب الأمل وخلدت أسماءها في سجلات الشرف. إنهم شهداء مصر وبريق ضيائها، وسيبقى هؤلاء الشهداء في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام واحترام الضمير الوطني، ودليلاً قاطعاً على أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق، وإنما تضحيات حقيقية، عرق وجهد ودماء ثمناً لصون مصر وأمنها، ثمناً لصون مصر وأمنها واستقرارها وتقدمها. تحية تقدير واحترام من شعب مصر العظيم إلى رجال القوات المسلحة البواسل الذين يحملون على عاتقهم بكل عزيمة وإصرار وشجاعة حماية مقدرات ومكتسبات الوطن جنباً إلى جنب مع رجال الشرطة الأشداء المخلصين في حفظ أمن مصر والمتسلحين جميعاً بالولاء لهذا الوطن العظيم. وخلال الندوة التثقيفية حكى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مواقف من حياة الشهيد البطل عبد المنعم رياض، وقال الرئيس السيسي إن حياة الفريق عبد المنعم رياض كلها خير واستقامة وزهد في الدنيا. وأنا يمكن في حاجة لظباطنا اللي موجودة وحتى لطلبة الكليات العسكرية اللي موجودين، كان في يوميات وتعرضت مرة ما أعرفش أنتوا شفتوها ولا لأ عن حياة الشهيد عبد المنعم رياض، وهو لما يعني وكلت له المهمة فهو يعني راح مكتبه يعني، فلقوا مجهزين مكتب كويس قوي يعني ساعتها، فقال لهم لا لا أنا عايز ترابيزة بس وشيلوا السجادة ديت وحطوا لي يعني كده يعني حاجة بسيطة خالص. فأنا توقفت جدا قدام الإجراء ده، فأتاري إن الاستقامة ويعني الزهد في الدنيا هو طريق الخير الكبير قوي للناس. بقول الكلام ده لنفسي وبقوله لكل اللي موجودين بيسمعوني، إن هو يعني هو السوشيال مفيش شك، بس دي كانت مقدمات في تقديري، دي كانت مقدمات إن المسار ده والطريقة دي والنفس دي أكيد هيبقى معها خير عظيم جدا، وتنتهي بإن هو يستشهد وياخد لقب شهيد. نفضل
كل سنة نحتفل نتكلم عنه ونقدر جدا مساره لغاية لما استشهد وما بعد الاستشهاد. وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية، سيادة الرئيس قال إن المصريين تحملوا ضغوط كتيرة في السنوات الماضية، ومصر عاشت أزمة كبيرة جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والوضع في غزة، لكن الأمور بدأت تتحسن. وزي ما انتوا شفتوا في منطقتنا حوالينا من كل حتة، وأنا بحاول إن أنا ما أقولش كلام يعني أزعل بيه حد من أي دولة يعني، لكن تبصوا شمال تبصوا جنوب تبصوا شرق تلاقوا الدنيا مش يعني تحديات ومشاكل وليها آثار وليها تأثير علينا، وإحنا دولة يعني مقاومتها مش كتير. بس بفكركم إن عشر سنين قتال ليهم تكلفة، وقبل منهم 2011 ليها تكلفة، وبعد منهم 2013 ليها تكلفة. التكلفة دي محدش لوحده يقدر يشيلها، أنا ما أقدرش أشيلها لوحدي ولا الحكومة تقدر تشيلها لوحدها، لكن نقدر كلنا مع بعض نشيلها. أولا بفهمنا، محدش يعني واحنا بنتكلم في النقاط ديت يعتبر نفسه بعيد ويوجه لنا الكلام. انا عايز اقول لكم على حاجه، انا بتكلم وبقول يعني ان الامور ابتدت بفضل الله سبحانه وتعالى تتحسن. طب بتقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده عشان اسجل موقفي انا لكم كلكم. اسمعوا، انا ما غامرتش بيكم، ما خدتش قرار أضيع في مصر ولا الحكومة، احنا ما غامرناش لا عشان خاطر يعني هوى ولا يعني فهم خاطئ أو تقدير منقوص فخدنا قرار فدخلناكم في الحيط وضيعنا مصر، لا. كمان تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عما يحدث في قطاع غزة، وقال لن نتراجع عن مساعدة الفلسطينيين مهما كان الثمن، ونبذل أقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم وإغاثتهم، وذلك عن طريق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لهم، ونتوجه إلى الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه والصامد فوق ترابه بتحية تقدير وإجلال. بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا، نفس الكلام مع الاتجاه الجنوبي، بنحاول نكون عامل استقرار وعامل سلام، وما نشعلش ابدا حرائق هنا ولا هنا، نفس الكلام في الاتجاه الثاني. وزي ما قلت قبل كده في كل المساعدات اللي اتقدمت، محدش بيقول دلوقتي ليه المساعدات بتخش في اسقاط جوي ما بتخشش ليه من المعابر. مش انا قلت لكم من الاول ان احنا في مصر حريصين على ان احنا المعبر يفضل مفتوح 24 ساعه، واي فرصه لينا ان احنا يعني المساعدات اللي بتجيلنا او حتى من عندنا تدخل بأي حجم طالما المعابر مفتوحة. والناس كانت كلها يقول لك إيه؟ لا ده كلام مش إحنا يعني، كلام إن ده مش حقيقي. لا المعبر بتقفل. وأنا قلت لكم المعبر ما بيتقفلش. طب هما بيرموا دلوقتي ليه؟ عشان الشمال مثلا بعيد شوية، ولا عشان أيضا في تحديات في دخول المساعدات من المعبر أو من المعابر، بس في عندنا إحنا معبر إحنا مسؤولين عنه. دي نقطة. ونقطة تانية زي ما قلت لكم كده، ما تقالش مثلا إن في 10-12 مليار دولار خرجوا من مصر
عشان المسؤولين في الدولة خدوهم. لا ما حصلش، ده ما حصلش وما يحصلش بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن كل جهدنا وكل إمكانياتنا كانت جوه البلد دي.